ورجعنا لكم بعد الفاصل. وافكركم عملنا ايه قبل الفاصل. عملنا كوكيز الليمون، ودلوقتي تاني وصفه هنعمل كيكه الليمون. كيكه الليمون مقاديرها 200 جرام زبده، 350 جرام دقيق، 250 جرام سكر بودره، يعني ربع كيلو سكر بودره او 250 جرام، 5 بيضات، 3 ارباع لبن رايب، معاش عايز تعملي باللبن رايب حطي لبن، نص كوبايه عصير ليمون اساسي، بشر برتقان حسب يعني ممكن اربع ليمونات، وهنا نص كوبايه عصير ليمون خلاص، وهنحط فانيليا، وهنحط كيس بيكنج باودر، وهنحط نص معلقه بيكنج صودا. تمام. طبعا انا برضو لو في حاجه مش هتتعمل بالسكر بودره هقولك لا ما تعمليش بالسكر بودره، بس انا بحب الوصفات دي كلها بالسكر بودره، بتسرع معايا وتضرب الكيك على طول، فبتبقى سهله وسريعه وما بتاخدش وقت. نشيل بس الكف كده، احط حاجتي الاول. برضو بنستخدم الكف الشبك ده او بمضرب البيض على فكره، ما بتاخدش ثواني كده اهوت. الزبده مع السكر، الزبده 200 جرام عليهم، ثواني، 200 جرام عليهم ايه 250 جرام سكر بودره، هنضربهم الاول كويس مع بعض كده. هحط هنا البيكنج صودا، وهنحط البيكنج باودر، كيس البيكنج باودر خلاص. نحط ايه، نحط بشر ليمون كده اهوت، عشان نحط كل ده على بعضه. ريحه الليمون فظيعه. هنكسر البيض بقى، هما 5 بيضات، نكسر البيض، ممكن نكسر بيضة بيضة ونقلب خلاص. طالما حطينا بيض هنحط فانيليا، بس الم الجوانب كده اهو، الم الجوانب. انا هنا حطيت، هتقولي طب انت ما حطيتيش في الكوكيز حطيتي بشر ليمون ما حطيتيش فانيليا، لا انا قلت هحط في الكيك عشان هنا في بيض كمان كتير، هنا في 5 بيضات، الكوكيز كنت حاطه بيضتين بس كده اهوت. اضرب، ممكن بقى احط اللبن الرايب، 3/4 كوباية لبن رايب، عايز تحطيها لبن حطيها، وهنحط نص كوباية الليمون كده، ونضرب دول كويس. سكر بودره ما بياخدش وقت زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى الدقيق والليمون والبيكنج باودر والبيكنج صودا، ما بتاخدش وقت على طول بس كده. انا مش اكتر ان انا بس بقلب المكونات كلها بس مع بعض، هنقلب تاني
بس كده تمام. اهي كيكه سهله سريعه طعمها حلو جدا بس كده. وقبل ده كله انا كده كده مشغله الفرن بتاعي على درجه 180 خلاص، لان مش هينفع طبعا اخبز كيك الا لما اكون مشغله الفرن كده. شيل حاجتي كده، جيب بقى الصواني. لازم برضو بحط في الصينيه ورقه الزبده زي ما انتم شايفين. انا عامله هنا يعني هعملها زي تورتايه، يعني كيكه الليمون بس هعملها زي تورتايه. حط، هنلف بقى كده. بصوا عامله ازاي كده اهوت، بجد صدقوني طعمها يجنن وحلوه جدا. ولسه بقى ما نعمل لها الايسنج بتاعها فمش قادره اقول لكم. هنحط بقى كده كده اهو، انا بحط وبعدين اروح الصينيه كده اشوف محتاجه تاني ولا لا. خلاص هروح حاطه الناحيه التانيه كده اهوت. بس ننزل بقى دول كده بس كده. هو دول برضو هلمهم، اهم حاجه ان ايه الفكره تبقى واصله لك كده اهوت. انا بقسمهم على صينيتين وبدخلها الفرن على درجه 180 خلاص الطريقه دي. ممكن احط دول برضو، ما افتحش برضو الفرن عليها الا بعد مرور نص ساعه او تشوفيها من ال، لو عندك بتاع دوت لمبه كده الطريقه دي. خلاص انا هوريكي بقى الكوكيز الاول قبل ما اكمل. ده كوكيز الليمون اللي احنا عملناه، نجيبه هنا احسن. خلاص هنعمل الايسنج ازاي؟ هنجيب سكر بودره عشان نعمل تورته او كيكه الليمون. هنجيب اهي، انا طبعا خبزه واحده من قبل كده، هي بتطلع دي انا عاملاها في نفس الصواني اللي انا دخلتها. نجيب حاجه نحطها عليها كده، هنجيب دي كده اهوت. عايزه تسيبيها كده وتاكليها بالطريقه دي مفيش مشكله. شيل الطبق ده، انا هنا ضربه كريم شانتي بالليمون وحط عليه بشر ليمون. هروح عامله كده، مش لازم القمع مفيش مشكله، لان انا هحط عليها طبقه تانية كده اهوت. الطريقه دي كده وطعمها بقى الكريمه طعمها بيبقى حلو جدا علشان عليها طبعا عصير الليمون وبشر الليمون كده اهوت. فكلها ايه، ليمون في ليمون. وتورته سهله وسريعه وما فيهاش اي حاجه كده. خلاص هنحط بقى عليها الطبقه الثانيه بالطريقه دي كده كده اهو. هنعمل بقى الايسنج بتاعها. هنجيب سكر بودره كده، نجيب بس معلقه كده. خلاص نشوف لو احتاجنا تاني نحط، ونحط الميه بقى حبه 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 صغيرين كده. نقلب كويس كده اهو كده، نقلبها كويس عشان السكر يشرب الايه الميه. احتاجنا ميه تاني نحط تاني، لا لانها تقيله احنا مش عايزينه تقيل قوي، احنا عايزينه خفيف عشان عايزينه ايه هننزله عشوائي كده على الكيك كده اهوت. ممكن تفكي السكر البودره بشويه لبن، مش لازم ميه. يعني حاجه بقى احنا بتاعتنا في البيت نعملها بطريقه حلوه كده وغنيه، فنحط ايه لبن كده اهوت كده. ممكن نحط شويه سكر بودره تانيين خلاص كده كده.
ولو السكر بودرة مكلكع برضو ايه خليه الخلي شوية. برضو نروح جايبين كده عشوائي كده ننزله الطريقة دي. ممكن نحط بقى كده عشان تبقى ايه غنية بقى طعمها، بيبقى جميل جدا الليمون والايسنج بالليمون وكل حاجة كده. هو ممكن نفرده كده حتى مفيش مشكلة كده اهو كده كده خلاص. انا بس الحاجة كده انا هنا برضو جايبة قشر ليمون خلاص وعملته بشوية سكر على النار وبقى بالمنظر ده. هحط بقى هنا شوية كده اهو بطريقة ظريفة كده. يا رب النهاردة الحلقة تعجبكم. عملنا فيها الكوكيز الليمون وعملنا فيها كيكة الليمون، وهتلاقوا كل الوصفات وكل المقادير على الويب سايت بتاع القناة اللي بيظهر على الشاشة كده اهو. ممكن بقى نحط كده تورتة سهلة سريعة ظريفة كده اهو الطريقة دي. في حتة ما اتحطتش فيها نحط بالطريقة دي. نحط هنا شوية تانيين ونحط، بصوا بيبقى فيها عسل كده من جوه، نحطها كده. بس هشيل بس حاجتي علشان ايه حلقتنا خلصت. بس هننضف مكاننا عشان الحاجة تظهر لكم بشكل حلو كده. عايزين تحطوا برضو كريمة من فوق حطوا. يبقى النهاردة كده عملنا كوكيز الليمون وعملنا كيكة الليمون أو تورتة الليمون برضو تمشي، وكوكيز الليمون بالشكل دوت خلاص. وكل وصفاتنا وكل مقاديرنا هتلاقوها على الويب سايت اللي بيظهر على الشاشة. واتمنى النهاردة الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله.